طبعا مشكلتنا الحقيقيه دلوقتي اللي هي في الفاتوره الالكترونيه، ولا هي في زياده الرسوم، ولا هي في وجود مقرات، ولا هي في عدادات الكهرباء اللي في المحاكم. كل المشاكل دي وان كانت تطفو على السطح، وانما في حقيقه الامر هي كلها ومعظمها مشاكل قديمه وبنعالجها الان. موضوع جلد الذات كنا معتدين عليه من الجمعيه العموميه، ان دائما وابدا الجمعيه العموميه البعض منها غير راضي ومعترض ولاغراض ما، انما اصبحنا احنا نفسنا بنجلد الذات وما بنشوفش ايجابياتنا. اعتقد ان ده شيء بيأثر بالسلب علينا كلنا. ثانيا، احنا في معترض وفي حرب في موضوع الفاتورة الالكترونية. كان من باب اولى ان احنا نوحد الصف رقم واحد وندعم النقيب العام رقم اثنين. ده ليه؟ احنا بنتكلم على مدونة السلوك المهني واحنا محتاجينها بيننا وبين بعض هنا. احنا كم مرة اتفقنا ان احنا نوحد قراراتنا ونلتف وراء رأي واحد ونرجع نختلف فيه. قبل ما طالب الجمعية العمومية بمدونة السلوك المهني، لا احنا لازم نلزمها لنفسنا ان احنا نبقى نطبقها على نفسنا الاول. اذا كان احنا كنقباء فرعيين مش قادرين نلتزم بيها بيننا وبين بعض وبيننا وبين نقيبنا، مع احترامي الكامل للدعوة بتاعت الاجتماع يوم الخميس، وان كان كل اللي حضر فيها اصدقاء وقامات وقامات وانا اصغركم سنا ومقاما، ولكن لا يكفي حسن النية. قد يكون حسن النية متوفر وده انا اشهد بيه، ولكن التصرف في حد ذاته لو اتفسر من البعض غلط في الوقت الصعب اللي احنا فيه ده، لا يبقى مش مطلوب. مش مطلوب ان انا كرجل نقيب دلوقتي لازم احسس على تصرفاتي، خاصة ان احنا دلوقتي الجمعية العمومية البعض منها عمال يزج بالفتن، عمال ما بيصدق يلاقي اي باب للفتنة ويدخل فيها. احنا عايزين نسد الابواب دي. ازاي يبقى الاجتماع الجمعة والاجتماع اللي قبل الخميس؟ طيب تمام، اللجان دي معمولة ليه؟ معمولة عشان البعض ما يبقاش الكل. يبقى دورنا احنا لو انا عايز احدد دوري الصح يبقى جوه اللجنة ويبقى تحت مظلة النقابة. طبعا احنا متفقين على موضوع اللجان وموضوع الصندوق. انا ليا فيه مقترح ان نخلي الصندوق داخل النقابات الفرعية، يبقى فيه صندوق التكافل ده. ليه؟ انا عندي كعضو جمعية عمومية سهل ان انا ادفع، لان عارف ان الفلوس هترجع لي، فيبقى التحصيل وتنمية الموارد هتبقى اكبر لو اتعمل الصندوق ده في كل نقابة فرعية على حدة، بخلاف صندوق النقابة العامة، لان المحامي هيعرف انه هيستفاد منه استفادة مباشرة، انما هيجي يدفع للنقابة العامة اعتقد انه صعب عمليا.